سبقني على البيت، نصي عم يخلص الدوام بالحق. وين صارت أمي؟ الله وكيلك، مقضيتها هيك كل يوم بتروح بترتب له البيت وبتاخد له أكل 3 مرات باليوم، وفؤاد ما بيفارقه، عرف كيف يقلب القصة شيخ النحس لصالحه بدل ما يوقف بوجه الشيخ عبد الله ويمنع كنته تخدم ببيوت الناس. اتمارض وصارت عم تخدمه له. أمي ليه بتضلي تعدي؟ شو بو شيخ النحس بيضل متمارض؟ مرضه وهمي، مش عم بيتمارض. الحكيم قال إنه سببه عقدة ذنب. مسكين بيوجع القلب. الجبنة بيهربوا من واقعهم لأنهم أضعف من إنهم يواجهوه. أنا مش شايفة بي وابنه بيشبهوا بعضهم هالقد. واحد هرب من البلد والتاني هرب من الواقع. ما تجيبي سيرة بيك علسانك بالعاطل، بيك مش جبان. معقول بعد كل اللي قضيتيه بسببه يكون بعدك بتحبيه؟ يلي قضيته بسببه مش نقطة ببحر يلي قضيه بسببه. وبالآخر استسلم، ما كان في حل قدامه إلا السفر. وقاله 14 سنة ما لقى حل؟ مضيعنا. كم مرة بدي عدلك هالكلمة تتفهمي؟ ما رح يجي عراسه إنه نكون رجعنا على الضيعة. حش تخلقي له أعذار، ما عنده عذر إلا إذا كان ميت. لا، خليل ما مات. خليل بعده عايش. شو عرفك؟ بعرف لو صار له شيء كنت حسيت. أمي ما معك حق تحبيه، ما معك حق. بيي ما بيستاهل حبك، ما بيستاهله. جلنار، جلنار بيك إنسان عظيم، بتمنى تعرفيه يوم من الأيام لحتى تعرفي ليش بعدني بحبه وليش حبه رح يضل مرفقني للقبر. ما بقى بدي اسمع. وينه فؤاد؟ رح ينام عند جده. عوافي. اهلا شاهين. كيفك خالتي ياسمين؟ اهلا عيني، تفضل. مينك يا بلا اصل شاهي ما بتطل؟ فوت. لا انت تعي، نحن عم نتمشى شوي صوب النهر. طيب روح بخاطركن. الله معك.